نبدأ يا جماعة نعمل هدف جديد. الهدف ده هنقتل حاجة اسمها ذئب الليكايون، ماشي؟ بيقول لي احصل على ذئب الليكايون واصطاده، ماشي؟ طبعا انا ايه قربت من الهدف شوية، لقيته طبعا بيقول لي طلع الصقر عشان تكشف المكان. ده برضو هدف زي الخنزير وزي الاسد وزي الحاجات اللي هي الاسطورية، الحيوانات الاسطورية يعني، ده مش ذئب عادي، تمام؟ طبعا هو كده ايه، انا بعيد عن الهدف بالظبط 100 متر هنا اهو. طبعا كشفت المكان، المكان فيه طبعا هو معاه شوية ذئاب تبعه، تمام؟ المفروض بقى ان انا كده دلوقتي هروح ان انا ايه اقتله. طبعا لازم تستخدم كل مهاراتك في ان انت ايه، ده هو هجم عليا اهو الكبير ده. طبعا الهيلث بتاعته كبيرة. طيب يستحسن تستعمل الايه السلاح المسمم، ماشي؟ حاول تجري بقى عشان هو طبعا كده ايه الهيلث بتاعتك راحت، تمام؟ وبيموت بسرعة على فكرة. هو كده جري مني او بنادي اصحابه، استعمل السم احسن. هو كده نادي فعلا، نادي فعلا اصحابه. خلي بالك كل ما تقتل كل ما الايقونات بتاعتك تشحن. شوف الذئاب الثانيه بالنسبه له ايه، اطفال. كده الهيلس بتاعتي قربت تخلص. نادى تاني برضو ناس تانية، كده بينادي ناس تانية. كده خطر.
ده برضه بينادي ناس تانية. كل ما ينادي في ناس تانية تهجم عليك. هو الناس اللي تهجم عليك دي بتديك نقط زيادة تستعمل فيها مهاراتك. هو لسه برضه بينادي ناس تانية. هو كل ما يعمل الحركة دي كل ما بينادي ناس زيادة. شوف عدد الذهاب بقت قد ايه. ركز عليه هو ايوه. حاول تبعد عن المكان. شوف الذهاب اللي بتجري وراك قد ايه. هو طبعا مرحلة متعبة. هو ايه بيجري يجري وراح ايه ضربك من بعيد. مش لازم نعمل القر. خلي بالك هو بينبح اول ما بيقض كده بينبح. ركز عليه هو. شوف بيجري من بعيد بيهز الفرصة. انا اساسا مش عارف اوصل له. شوف شايف. بص خلك الوحيد اللي رقم واحد بيجري شوية. اوبا شوف ابن لذيكة بينشن. طبعا استعملت له القرن.
انا كده مركز معاه. هو ها بسرعة ايه خبطة واحدة تمام مات. تمام كده ماشي كده. انا خدت الحاجات بتاعته ماشي. خدت رأس الذئب اهو. طبعا معركة جامدة جدا يعني صعبة جدا، متهيألي اصعب من المرحلة اللي فاتت او من الوحش اللي فات، مع ان ده ليفل 36 اساسا. انا متهيألي برضو يعني خلي بالك انت ممكن برضو انت بتلعب تستعمل حاجة ماشي هقول لك عليها. انت عندك هنا متهيألي كده في حاجات انا ما اكتشفتهاش الا دلوقتي، اللي هو الحاجات دي تقريبا فيها زي الكار كده اهو، الحاجات السوداء دي ممكن تولع فيها. انت معايا؟ يعني هو برضو الكار ده اهو ممكن الحاجات دي كلها تولع فيها وتستعملها في المعركة، بس خلي بالك لا تولع فيك انت، لان طبعا زي ما هي هتقضي عليه ممكن تقضي عليك انت كمان بسهولة. تمام. طيب كده احنا خلصنا الذئب اللي كايون ده. تمام. طيب كده المفروض ان انا ايه اروح ادي بقى الحاجات اللي انا خدتها بتاع الـ الجلد والكلام ده كله والراس بتاع الديب ماشي. المفروض ان انا كده ايه هروح عند هنا عند بنات ارتميس. تمام. وديها الايه الهدف بتاعها. قبل ما تروح لازم تطلع من المكان. طبعا هو مش عايز يخليني ازم من الموقع. ليه؟ لان انا طبعا هنا طبعا منطقة محظورة لازم اطلع منها. لازم الخط الاحمر ده يروح يبقى اصفر مثلا او ابيض. تمام. كده انا ايه بدأت ان انا اطلع من المكان. هو لسه برضه احمر زي ما هو كده، خلاص بدأ يصفر. ممكن كده تسيف وممكن كده ان انت ايه تتنقل وتروح لمكان تاني. طيب نروح المكان. طيب طبعا كده انا وصلت للمكان اللي هو فيه بنات ارتميس او واحدة من بنات ارتميس. بيقول لي سلم الفراء الى دفني او دفني. تمام. انا كده ايه هروح ان انا اديها ايه الفراء. بيست سلير I'm glad to see you again. ماشي كده هقولها رقم واحد حصلت على فروة ذئب الليكايون ده. The pelt of the Lycaon wolf. A wolf is not only a vicious predator, but a cunning adversary. Many have fallen before it. ماشي توقع الأفضل مني لك قد سقطت تحت سطوة أكبر من ذلك. والله رقم 2. If I fall for something, it won't be a beast, but someone here on Heos. Don't talk of falling here. Rather think of ascending to new heights. ماشي هقولها سأعود قريبا. طبعا في حيوانات تانية. I'll return when I have more pelts. ماشي كده اديت لك حذاء اسطوري اهو رقم 36. تمام. وخدت خبرة 16537. خلي بالك ان كل اللبس بتاعها اللي هو بتديهولك ده لبس اسطوري بس بيبقى تقريبا مختص بالصيد. يعني تعالى كده نشوف الحتة اللي هي اديتها لي. يعني اهو ماشي. طبعا انا لابس لبس 37 جبتها من تقريبا من عضو كذا عضو طيف كوزموس قتلته. طيب هي كده ادتني ده. بص هنا بيقول لك ايه ضرر صياد. خلي بالك ان كل الحاجات اللي هي بتديها لك مختصه بالصيد، تستعملها في الحيوانات اللي انت ايه الحيوانات اللي انت يعني اللي هي عايزاها يعني الحيوانات الاسطوريه. طيب كده خلاص يعتبر الهدف انتهى. ممكن بقى نشوف بعد كده هدف تاني.